العملة الكبيرة في مجموعة الأسطورة، شيء مش بسيط، تحديدا انك انت عندك ملك العصا كفرت حدث. المفاجأة ان هناك فتى العصا في النتيجة. يعني بنقول ايه؟ كأنك عايز تكتسب مبلغ معين من المال في شهر 7 بتسعى لامتلاكه والحصول عليه، تمام؟ ده أول شيء. الحدث إن يكون عندك تواصل وتقديم طلب لشخص مسؤول عندك، قد يكون متحكم فيك بعض الشيء والكثير من حولك بيحترموه، شخص مميز متحكم ذو سلطة في حياتك نوعا ما. تتقدم لي بطلب الحصول على هذا المبلغ المادي في شهر 7، يكون اسلوبك مميز ومحترم جدا وراقي. نشوف النتيجة بتاعت الحدث الرئيسي التاني، لان انا حاسس ان الاحداث دي هتاخدنا الاجواء غريبة شوية في القراءة. هنا بنشوف انت عندك الموت ككارت الدافع. نادرا لما بيطلع الموت في كارت الدافع، وتحديدا ان ملكة العصا هي الحدث والنتيجة ملكة السيوف. برج الميزان، على الصعيد العاطفي انت بتنهي علاقتك مع امرأة كانت تساعدك. طبعا القراءة للرجال والنساء، يعني ان كنت امرأة فانت بتنهي علاقتك مع رجل، لو انت رجل فانت بتنهي علاقتك مع امرأة. المهم، شخص بتنهوا علاقتكم معه كان بيساعدكم على الوصول لأهدافكم وتحقيق أشياء أنتوا عايزينها. ربما شفتم معه أشياء جيدة، ولكن بتسعوا لإنهاء العلاقة مع هذا الشخص بسبب النتيجة ملكة السيوف، شخص جديد في حياتكم. قادر على اتخاذ القرارات، ربما يكون قوي، كلماته كالسيف، شخص مميز جدا وذو سلطة وقوي. تسيبه ده عشان ده برج الميزان، دايما قوي، دايما عارف مصلحته، ما يسيبش حد ينصحه لان هو اللي بينصح الكل. بجد سعيد ان انا بقرا البرج ده. زعلوش مني عشان بشرب سجاير، بحر المنسي مدخن كل الناس عارفه. تمن عصيان، دافع جيد، بس المشكلة والجميل إن الحدث فارس العملات، بس النتيجة مش عجباني لأنها عملتين. شهر 7 ماديا مش هيكون جيد جدا. ليه؟ عندك الدافع إنك أنت تحقق أهداف كتير، تتبع الحظوظ وتكون ماشي مع التيار وتوصل لأهدافك. في الحقيقة أنت بتشتغل يا مولود برج الميزان وبتعمل اللي عليك، ولكن بتحقق التوازن المالي بصعوبة كثيرة أو بالغة الصعوبة حتى تتمكن من تحقيق بس التوازن المالي في شهر 7. إذا شهر 7 ماديا هيكون في صعوبات من أجل التوازن فقط، لا نبشر بارتقاءات مالية. برج الوحيد المحظوظ هو برج العذراء، عنده اندفاع مالي كبير في شهر 7. عندك الاحداث التانية وكارت الساحر، بكره الكارت ده جدا ومبحبش يكون موجود. عندك كمان 7 سيوف، برضو الكارت ده سيء نوعا ما. المشكلة انك انت عندك التلات كؤوس مقلوبة، بتحصلش كتير، اول مرة تحصل الحقيقة. فكارت الساحر هنا بيدل على ان في نوع معين من السحر السيء جدا بيحدث ليك يا مولود برج الميزان، بيؤثر عليك، بيؤثر على رغباتك ودوافعك، بيخليك تستسلم امام الاقناع، فما بيكونش عندك رغبه في مواصله اقناع الاشخاص من حولك بافكارك وما تريد الوصول اليه. ربما ده اللي بيعجزك في هذا الشهر أو بيؤخر من تحركاتك بضرر كبيرة، سحر بيحدث ليك. مهم نعرف مين، طبعا مش نقدر نحدد في القراءة العامة، ولكن بيختلف من شخص لآخر. الحدث الفرعي الثالث،
أرجع أقول بحر المنسي مدخن جالس، استحملوني. صاحبك على عيبه وعندك 5 عصيان في الدافع و7 6 كؤوس كحدث، الشمس والقمر أو عصايتين في النتيجة. يعني عندك غضب شديد، في ناس أذوك، ناس بيحاولوا يصرحوك، عندك غضب شديد، دوافع انتقامية، بس مولود برج الميزان ذكي، ما بيعبرش عن غضبه بشكل مباشر. ربما هتظل في هذه الفترة بتقنع الأشخاص اللي أنت كارههم وعارف إن هم أذوك وعندك دوافع انتقامية تجاههم، هتفضل تتعامل مع هؤلاء الأشخاص على إنهم كويسين وهتمشي أمورك بكل حب، محدش هيلاحظ مشاعرك، إلا إن النتيجة بتقول إنك أنت دلوقتي في مرحلة الشمس، يعني اليوم الجميل ولكن مخبي لهم يوم سيء وانقلابة في الوقت المناسب هتحدث على من أذوك وظنوا أنهم خدعوك يا مولود برج الميزان، بذكاء شديد وبحكمة بالغة من شخص مميز مثلك. من أقوى الأبراج، ومعاك قوة روحانية كبيرة تكاد تكون مسجلة في التاريخ، تحديدا في الأساطير الفرعونية. عجلة الحظ في الدافع، كأنك بتسعى لاكتساب الحظوظ. عجلة الحظ وتواجدها في الدافع بتدل على إنك بتصنع الخير، بتقف جنب الناس، بتحاول تصلح من نواياك، مما بيؤهلك إلى إنك أنت تتواصل مع شخصية مسؤولة عن الوضع المالي، متمثلة عندك في كارت ملك العملات، يكاد يكون شخص صاحب سلطة مالية، وبتبدأ تنعزل مع هذا الشخص في الأفكار وتسلك ضرب مختلف من أجل مساعدته والحصول على المساعدة للخروج من الوضع المالي الصعب. قراءة معقدة نوعا ما، هي عامة لذلك قد تكون معقدة، اللي هتفهمه هو اللي مكتوب لك تفهمه، ولكن عندك ورود الأوريكل الإحساس بالعالم، يعني هتبدأ تشعر بالحياة من حولك، كما إنك أنت هتبدأ كتابة أحداث رواياتك في الفترة القادمة. خد نفس عميق واهدى واستنى الاحداث الجميله. الاوراكل الروحاني ما طلعوش لاي حد، بس عشان عارف انت قوي، عندك الحكمه اليقظه، تكاد تكون حكمتك بتزداد يوما بعد يوم، بتلاحظ اشياء في الحياه وتصير اقوى واكثر حكمه، كما ان عندك مراكز النور، يعني في انتظارك سفر قريب برضه بارادتك واختيارك. والاخير ليلة الروح المظلمة، يعني الأحداث اللي بتحدث معاك في الوقت الحالي بتظهر لك الحياة بمعنى جديد، وقرار بيرجع إليك في كل شيء هتعمله في المرحلة القادمة. مستني قرار ومستني شوف الأحداث هتوصل معاك ليه، بس عندك رسائل الملائكة بتقول لك ما تنبهرش ولا تتوقف، لأن هناك شيء أفضل بانتظارك. ويجي وعود الوضع العاطفي عندك بتقول لك بكل بساطة إن شريك الحياة بيخفي مشاعره عنك بقناع، حاول إنك أنت تخلي عندك عقلية منفتحة لاستيعاب طبيعة هذا الشخص وتصنع فيه تأثير يؤثر عليه ويجعله يتذكرك وتكون شخص مميز بالنسبة له. نبص على الفنجان. الفنجان، حالتك النفسية برغم الأحداث الصعبة والوضع المالي غير مستقر والتوازن الصعب المالي، إلا إن أنا شايفك سعيد وكأن عندك راحة البال. نادرا لما بيكون حد عنده وضع مالي مش جيد جدا ولكن بيكون سعيد، يبدو إن وضعك العاطفي مميز وإنك أنت هتمر بقصة حب جميلة. بس لو بصينا في الأحداث هنلاقي إن الشخص اللي في حياتك جديد اللي انت سبت شخص عشانه بيحبك كثيرا، بيسعى التقرب منك، في الحقيقه بيخفي عنك الكثير من المشاعر اللي انت محتاج تكشفها عشان تعيش الحب معاه. في عيون كتير بصالك، اشخاص كثيرين بيحاولوا يوصلوا ليك واشخاص كثيرين معجبين برضه بالشخص ده.
كأنكم انتوا الاتنين مميزين، لايقين على بعض يا برج الميزان. الأحداث هادية جدا عندك في الفترة دي، وكأنها فترة سعادة عاطفية تمحي كل قلقك ومخاوفك. الحظ يبتسم لك على الصعيد العاطفي والعلاقات، إلا إن الوضع المالي محتاج منك تركيز من أجل تحسينه. أتمنى تكون القراءة عجبتك. لو عايز تتواصل معايا بقراءة خاصة، رقم الواتس عندك على الشاشة. تشرفت بيك يا مروج برج الميزان. السلام عليكم. اشتراك في القناة، لايك، سلام عليكم.